معرض الكتاب على الانتاريه. انا داك هذيك كثر من فاش قال المعرض ديال الرباط وقلنا بان الدار البيضاء يكون عندها معرض دولي هنا في مدينه الدار البيضاء، وهذا الشيء اللي كنفعلوه اليوم. ومشكوره مره اخرى مجلس الجهه اللي دعمونا في هذا المجال، لان كيف ما قلت انا داك من النقط اللي خلات ان ما يبقاش انا داك معرض هو ان كانت الوزاره الوحيده اللي كانت البورت هذا المشروع، وكنا كنعتبروا بان هاد المعارض لا الجهويه ولا حتى المعارض الدوليه خاص تكون المساهمه والدعم ديال الجهات وديال الجماعات. اليوم جهه الدار البيضاء وحتى جماعات ديال الدار تدعموا هذا المهرجان اللي غيعطينا اللي غنحاولوا يعني نقويوا الوجود ديال الكتاب ونقويوا يعني هذا المجال الثقافي هنا في مدينه الدار البيضاء وتكون واجهه على الصعيد الوطني وحتى على الصعيد الدولي. تحدد الموعد ديالو ولا ان شاء الله شهر 11 12.